رجعت الممثلة نادين نصيب نجيم بعض ذكريات الزمن الجميل بكواليس تصويرها للجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة، وهالشي بعد ما أبدت محبتها وسعادتها بلقاء الفنانة القديرة سامية الجزائري، وبعد استرجعت ذكريات هي اللي بتربطها فيها وترجمت هالذكرى الحلوة بقولها: أديت دني صغيرة كنت أقعد حد أمي تنحضر مسلسل جميل وهناء، وما خطر ببالي يوم أني رح كون ممثلة وتجي فرصة أني شوفك عن حقيقة ونشتغل سوا. القديرة سامية الجزائري تشرفت بحضورك المميز وطاقتك الحلوة وهدوءك وانبسطت، قعدت وحكينا وعرفتك عن قرب وحبيتك أكتر وأكتر، وإن شاء الله الناس يحبونا سوا حتى لو كنا حماية وكنا، والله يطول بعمرك ويعطيك الصحة. بسياق تاني ولخبر تاني بنرجع فيه أنا وياكم لخلاف سيرين عبد النور ونادين نصيب نجيم بتعليق بطالب بوجود سيرين بدل نادين بمسلسلها الرمضاني وأخيرا ويلي رح تجسد بطولته مع الفنان قصي خولي لترد عليه بطريقة ملفتة، فكتب: يا ريت لو كان سيرين بدل هاي نادين. رغم احترامي إلها ثنائياتها مع قصي خولي كتير مكررة، لازم تعطي لغير ممثلة أو لغير ممثل، لترد عليه نادين ولك خمسة بعيونكم وضلني مثل الشوكة بنص قلبكم آمين. والخبر الأخير بيحمل انفصال نجم هوليوود جوني ديب عن حبيبته المحامية جولي ريتشو يلي اتطلقت من زوجها بسبب علاقتها بجوني، وأكدت صحف عالمية سطحية العلاقة بين ديب والمحامية وعدم اتجاهها لأي منحنى جدي، خصوصا أنه ما عاد ظهروا سوا. وعلق أحد أصدقاء ديب على القصة وقال: لا أعرف ما إذا كانا معاً بأي شكل من الأشكال، وبالتأكيد لا أعتقد أنها علاقة رومانسية جادة أو حتى علاقة مميزة. وقال مصدر ثاني: لقد خرج لتوه من معركة قانونية ضخمة مع زوجته السابقة أمبر هيرد، من قد يرغب بعلاقة جدية بعد ذلك؟ لقد كانت فترة مؤلمة للغاية بالنسبة إليه، إنه جوني ديب، ولا أعتقد أن علاقة جيدة قد تهمه. وأما جوني ديب فبدوره ما علق على الموضوع ولا أي تصريح من بداية انتشار أنباء العلاقة وحتى بعد أنباء الانفصال.